يعني بإطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية. لمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة. صباح الخير دكتور. دكتور سامح صباح الخير. لحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم، وبداية نتعرف من حضرتك على الوكالة الفضائية المصرية وما تقوم به من يعني محاور خاصة بتتعلق بالفضاء المصري. حضرتك الوكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية مصرية. نعم. لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، ودي انشئت سنة 2018 بالقانون رقم 3. حضرتك الهيكل التنظيمي لها لو شفناها هنلاقي انها حاجة قوية جدا. نعم. في مجلس الوكالة ده برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير التقنية، وزير الاتصالات، وزير المالية، والوزير البحث العلمي والإنتاج الحربي، ورئيس جهاز المخابرات والرقابة الإدارية، ورئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس الهيئة. هي الأعضاء الرسمية. ده بالنسبة للمجلس الأعلى. أما مجلس الإدارة، مجلس الإدارة ده بيتولى إدارة الوكالة بقرار من رئيس الجمهورية، وبيرأسه رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص في البحث العلمي، وزير الاتصالات، الرئيس التنفيذي للوكالة، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وأحد نواب مجلس الدولة، وممثل وزارة الدفاع، ممثل وزارة الداخلية، ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة الإنتاج الحربي ورئاسة الجمهورية، ممثل جهاز المخابرات العامة والرقابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، وثلاث أعضاء من ذوي الخبرة في المجال. نعم. حضرتك ده الاثنين الرئيسيين في المركز، إنما اللي بيقوم بالتنفيذ اللي هو الرئيس التنفيذي ده بدرجة وزير. نعم دكتور سامح، يعني أتعرف من حضرتك على الأهداف اللي بتسعى وكالة الفضاء المصرية إلى تحقيقها في الفترات الحالية والقادمة إن شاء الله. حضرتك هي ليها 16 هدف بتحط الاستراتيجية العامة للدولة في مجال العلوم والعلوم وتكنولوجيا الطاقة، وبتحط برنامج الفضاء الوطني، بتوافق على مصادر التمويل، بتقوم على إمكانيات، بتشوف الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحث العلمي اللي موجود، بتحط خارطة طريق للمشاريع، دعم البحوث، تمويل الاستثمارات، تجميع الخبرات، بتراجع الخطط لتأهيل مصانع القطاع الحكومي اللي بتشترك معانا، وبتشارك في إعداد وتأهيل وتدريب المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. نعم. جزء من 16 مهمة بتاعت وكالة الفضاء. نعم، موقع مصر في مجال الفضاء في الفترة الحالية، واللي بتسعى وكالة الفضاء في الفترات القادمة أيضا إما إلى تحسينه أو إلى الزيادة منه والتدريب والتأهيل للكوادر الشبابية في هذا المجال. حضرتك مصر بدأ في التوجيه نحو إطلاق الأقمار الصناعية من أكثر من 25 سنة. مصر عملت أطلقت القمر الصناعي نايل سات سنة 98، ونايل سات سنة 2002 سات 2، والقمر الصناعي إيجيبت سات سنة 2007، ونايل سات 201 سنة 2010، وأطلقت إيجيبت سات إيه في 2019، والقمر الصناعي تيبا 1، ومصر سات 2، وإيجيبت سات، وإيجيبت سات 1 و 2. حضرتك مصر بتوصل في المستقبل، بتوصل حاليا تكنولوجيا الأقمار الصناعية بمحاورها الثلاثة، سواء في التصميم أو في البرمجة أو في التجميع، وهي المركز، يعد المركز الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، والمحاور الثلاثة دول بيمثلوا تقريبا 60%. وإحنا اتعمل القمر الصناعي، أو القمر الصناعي اتعمل تجريبي في مصر، كان يوزن 67 كيلو جرام، وتم إطلاقه وتسجيله مشيرا، ده طبعا طبقا للهيئه القوميه للاستشعار من بعد. الدكتور سامح نعمان، استاذ هندسه الطاقه، شكرا جزيلا لحضرتك. قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس